تخيل معايا عالم بعيد جدا عننا وعليه حياة زي الأرض لكن بشكل مختلف وغريب تماما. من الخارج بيظهر قمر متجمد محاط بطبقة من الجليد الفضي الجميل والمريب، تحتها محيط عملاق لا منتهي من المية المالحة اللي مش بيوصل لها أي شعاع من الضوء، وكل النور اللي بيظهر في قلب وأعماق المحيط على القمر ده ما هي إلا نبضات من نور البراكين في القاع. عالم أغرب من الخيال، وبالرغم من كل ده جواه كل مقومات الحياة، بداية من المية والمواد الكيميائية المعقدة وطاقة زي الشمس بالظبط، مع انه ما شافش النور من حوالي 4.5 مليار سنة على الاقل. الكائنات في المحيط الفضائي ده ملهاش اي عيون، اسنانها حادة بشكل لا يمكن تخيله، سريعة الحركة، دقيقة الاحساس، حرفيا لا تخطر على قلب بشر. طيب هل تعتقد ان البشر هيسكتوا قصاد كل المغريات للمكان ده؟ اكيد لا، لاننا حرفيا بعتنا الرسالة لقدامك حالا لسكان القمر يوروبا من ساعات بعد انطلاق المركبة الفضائية كليبر اللي هتكتشف أول حياة فضائية على القمر يوروبا في أي لحظة بداية من النهاردة. لكن يا ترى إيه هي الكائنات اللي ممكن تكتشفها مهمة كليبر؟ وهل ممكن تكون زي محيطات كوكب الأرض؟ ويا ترى إيه سر الرسالة الغريبة اللي حرفيا ممكن تنشر سر وجود البشر على كوكب الأرض في حالة إن المحيط الخاص بالقمر كان عليه فعلا حضارة فضائية ذكية؟ طيب هل هيوصل لنا صور للمشتري والقمر يوروبا ولشكل الحياة الغريبة اللي يعتقد إنها موجودة هناك بالفعل؟ أسئلة كتيرة بيسألها العلماء حاليا بإجابات غريبة ومريبة هنعرفها مع بعض النهاردة. لكن الأول حابب أشكر أصحاب التعليقات الجميلة دي على دعمهم العظيم، ولو حابب أشكرك بالاسم وتكون مكانهم الحلقة الجاية اعمل لايك على الفيديو حالا واكتب تعليق جميل أو أكتر من تعليق تحت الفيديو، وما تنساش تنورنا في القناة الجديدة كاليستو، هتلاقيها في أول تعليق تحت الفيديو بموضوعاتها الغريبة والمريبة. جاهزين؟ يلا بينا. على مر الزمان واحنا بنسأل نفسنا نفس السؤال، بان يا ترى هل احنا فعلا لوحدنا في الكون العملاق ده ولا لا؟ معقول تكون الحياة موجودة بس على كوكب الارض من وسط مليارات الكواكب في الكون او حتى في مجموعتنا الشمسية؟ ومن السؤال ده انطلقت كل افكارنا وامالنا في اكتشاف حياة مشابهة او حتى مختلفة تماما عن الحياة الموجودة على كوكب الارض. ومن اجمل واكتر الاماكن احتمالية لدعم الحياة في مجموعتنا الشمسية بعد كوكبنا هو القمر يوروبا حوالين كوكب المشتري. لكن ليه القمر يوروبا؟ ليه بندور على الحياة جوه قمر تلجي حوالين عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري؟ في الواقع يا صديقي ان القمر يوروبا بيحوي محيطات زي كوكب الارض بالظبط، وخلينا فاجئك واقولك ان مقدار المية على يوروبا اكتر من المية على كوكب الارض بحوالي 4 أضعاف كاملة. وعشان كده اطلقت وكالة الفضاء الامريكية ناسا المركبة يوروبا كليبر المزودة ب9 أجهزة علمية فائقة الدقة والحساسية. فالاجهزة التسعة منهم 5 بيشتغلوا بخاصية الاستشعار عن بعد او الريموت سينسينج، وهدفهم الاصلي هو قياس الضوء اللي بينعكس عن القمر يوروبا زي الكاميرا بالظبط. اما ال4 أجهزة التانيين فبيكونوا وكأنهم حواس الانسان الخمسة، يعني كأنك جبت انسان خارق وحطيته بالفعل على سطح القمر يوروبا. فالاجهزة الاربعة عندها القدرة الكاملة على شم الغازات وبخار المية والتراب اللي بينطلق من القمر يوروبا وبتحللها كيميائيا، بالاضافة لتحليل شامل لسطح القمر يوروبا. فالمركبة يوروبا كليبر تعتبر أكبر مركبة من تصميم ناسا لاستكشاف كواكب المجموعة الشمسية بوزن بيوصل ل6.5 طن، لدرجة إنها لما تفرد ألواحها الشمسية عشان تحصل على الطاقة من الشمس فبيوصل طولها لنفس طول تمثال الحرية من رجله لحد التاج من فوق. لكن استنى استنى، إزاي أصلاً المركبة دي بكل الأجهزة التسعة اللي عليها هتقدر إنها تتغلب على البيئة الإشعاعية القوية جداً حوالين كوكب المشتري عشان تقدر أصلاً إنها تقرب من القمر يوروبا؟ في الواقع يا صديقي إن ده سؤال رائع جدا، لأنه يعتبر التحدي الأكبر اللي واجه العلماء بالفعل وقت تصميم المهمة يوروبا كليبر، لأن بالفعل موقع القمر يوروبا في مداره حوالين كوكب المشتري يعتبر حرفيا موجود في مستنقع إشعاعي عملاق حوالين الكوكب. فلك أن تتخيل إن كمية الأشعة اللي بتصدر أو بتوصل لكوكب الأرض حوالي 39 من 100 راد، فكمية الإشعاع اللي هتواجه المركبة يوروبا كليبر حوالين المشتري هتوصل لـ20 مليون راد، يعني حرفيا كأنها هتكون طول المهمة جوه مسارع الجزيئات في سيرن وقت تشغيله بكامل طاقته وقوته. لكن هل تعتقد يا صديقي ان مشكلة زي دي هتقف قدامنا لاستكشاف المكان الوحيد اللي ممكن نلاقي جواه حياة زي كوكب الارض؟ اكيد لا، لان العلماء بدأوا في تصميم مدار فائق الدقة للمركبة يوروبا كليبر حوالين كوكب المشتري بحيث انها تتعرض لاقل كمية اشعاع ممكنة، وبالتالي تشتغل الاجهزة العلمية التسعة عادي جدا وبمنتهى الدقة والحساسية. فالمركبة تم تصميمها ان
إنها تدور حوالين كوكب المشتري من بعيد جداً، لكن كل فترة مدارية محددة وكأن المركبة بتاخد غطس سريع جوه البيئة الإشعاعية لكوكب المشتري، وساعتها تعمل مرور سريع بالقرب من القمر يوروبا أو بما يعرف علمياً وهندسياً باسم فلاي باي. يعني بالرغم من إن المهمة منطلقة لدراسة القمر يوروبا فقط لا غير، إلا إنها هتدور حوالين كوكب المشتري من بعيد ونزور يوروبا زيارات سريعة جداً، نصور ونجمع بيانات وقياسات وهكذا. لكن برضو خلينا نسأل سؤال غريب شوية، هو مش وقت وجود المركبة يوروبا كليبر بالقرب من القمر يوروبا أو حتى وقت الفلاي باي هيكون برضو الإشعاع عليها عالي وهيأثر على المركبة بالفعل؟ أيوه بالظبط كده، كلامك فعلا صحيح تماما. وعشان كده تم تصميم غرفة خاصة مضادة للأشعة اللي بتنطلق من كوكب المشتري، وتم وضع الكمبيوتر المسؤول عن تشغيل الأجهزة التسعة العلمية جواه طول المهمة تقريبا. والصندوق أو الغرفة دي هيحافظ على الكمبيوتر تماما، بس وقت وجود المركبة قريب من القمر يوروبا لأنه مصنوع من الألمونيوم بسمك 8 من 10 سنتيمتر. طيب هل فعلا ناسا وعلمائها قدروا أنهم يكتشفوا الحياة أو حتى أثر ليها على القمر يوروبا، واللي بالفعل خلاهم يعملوا كل ده عشان بس يوصلوا لهناك بمهمة تكلفتها بتوصل $5 مليار أمريكي؟ في الواقع يا صديقي إن إجابة السؤال ده وبشكل قاطع هو أيوة. مقومات الحياة كلها بالفعل موجودة على القمر يوروبا، ومش متبقي بس غير إننا نعرف مكان الحياة فين بالظبط، لأن بالرغم من تجمد السطح الجليدي بشكل فولاذي صعب التكسير بشكل كبير، إلا إن الجزء السفلي تحت سطح القمر يوروبا يعتبر أعلى في درجات الحرارة نتيجة لظاهرة المد والجزر أو باسمها العلمي للمكان ده تحديدا تايدال فليكسينج، لأن القمر يوروبا أثناء دورانه حوالين كوكب المشتري بيواجهه دايما بوجه واحد ويعتبر تايدلي لوكت، وبالتالي فنتيجة لقوة جاذبية المشتري العملاقة بيقدر إنه يمدد يوروبا حرفيا ويحوله من شكل الكرة المنتظمة لشكل بيضاوي ممطوط، وده اللي بدوره بيكسر طبقات السطح الخارجية الجليدية للقمر ويكون الشقوق العملاقة اللي قدامك في الصورة حالا. وكل ما تتكرر العملية دي لعدد أكبر بتبدأ ترفع حرارة المية الداخلية ليوروبا نتيجة الاحتكاك وتحولها من التلج للحالة السائلة زي محيطات الأرض. طيب هل يا ترى بوجود المية السائلة والملحة على القمر يوروبا ممكن تنشأ حياة مائية في محيطاته العملاقة بالفعل؟ في الواقع أن القمر يوروبا موجود على مسافة 780 مليون كيلومتر تقريبا من الشمس، يعني كمية الضوء والحرارة اللي بتوصل من الشمس تعتبر قليلة جدا بالمقارنة ببيئة الأرض، لكن وبالرغم من كده فالمية موجودة على القمر يوروبا في الحالة السائلة زي الأرض بالظبط. فالحياة اللي نعرفها واللي مشابهة لأرضنا عشان تنشأ بالفعل بتحتاج لأربع شروط أساسية، زي المية السائلة وبعض العناصر الكيميائية ومصدر للطاقة، وأخيرا وقت بيوصل من ملايين لمليارات السنين. والقمر يوروبا حاليا عرفنا مع بعض إنه بيمتلك محيط كامل من المية السائلة تحت السطح، واللي طبقا لأحدث الدراسات العلمية اتوجد بشكل ما زال مجهول لينا من حوالي 4.5 مليار سنة، وبالتالي فالوقت أكتر من كافي للحياة على القمر يوروبا إنها تنشأ وتتطور من حياة أحادية الخلية لكائنات معقدة زي الأرض بالظبط. طيب يا ترى هل الشرطين التانيين لنشأة الحياة من عناصر كيميائية ومصدر للطاقة موجودين بالفعل على القمر يوروبا؟ لأن زي ما احنا عارفين العناصر الكيميائية هي حجر الأساس للحياة على كوكب الأرض، وأهمها الكربون والهيدروجين والنيتروجين والأكسجين والفسفور وأخيرا الكبريت، والعناصر دي منتشرة جدا في الكون وبتمثل حوالي 98% من تركيب المواد العضوية اللي تعتبر أساسية لنشأة الحياة على الأرض. وعايز أقول لك يا صديقي إن العلماء بالفعل اتأكدوا من وجود العناصر دي على القمر يوروبا، واللي وصلت للقمر على مر السنين من النيازك اللي بتتصادم معاه على مر الزمان. فالصورة اللي قدامك حالا هي من تلسكوب جيمس واب للقمر يوروبا، واللي اكتشف فيها وجود ثاني أكسيد الكربون باللون الأبيض على القمر، في حين إن اللون الأزرق بيمثل سطح يوروبا من الجليد المائي. بل والأغرب إن يعتقد إن مصدر ثاني أكسيد الكربون هو المحيط اللي تحت طبقات التلج اللي بتمثل سطح القمر يوروبا اللي بيوصل عمقها لحوالي 30 كيلومتر تقريبا. وهنا بقى نوصل للشرط الأخير لنشأة الحياة على القمر يوروبا، وهو مصدر للطاقة زي الشمس بالنسبة لكوكب الأرض. فالنباتات بتمتص أشعة الشمس وتحولها بالبناء الضوئي لطاقة، والكائنات الحية بتاكل النباتات وتستخدم الطاقة دي عشان تقدر تقوم بكل الوظائف الحيوية ليها. لكن الوضع بالنسبة للقمر يوروبا يعتبر مختلف تماما، أولا لأن يوروبا يعتبر بعيد جدا عن الشمس، وثانيا لأن المحيط الداعم للحياة نفسه مخفي تحت طبقات الجليد. وهنا بقى يتجلى الإبداع الإلهي العظيم بعملية الإنتاج الطاقة ملهاش أي علاقة بالشمس إطلاقا، ومعتمدة بشكل شبه كامل على التفاعلات الكيميائية بتأثير كوكب
كوكب المشتري. فالتفاعلات هتعتمد على ظاهرتين: الأشعة القوية اللي بتوصل من المشتري لسطح القمر يوروبا من الأعلى، والحرارة اللي بتنطلق من الصخور اللي تحت المحيط اللي بيلف يوروبا بالكامل. فكوكب المشتري وزي ما قلنا من شوية نتيجة لجاذبيته العملاقة، فبيقدر انه يمدد نواة القمر يوروبا من قلبه الداخلي، وبالتالي بيتكسر سطح النواة تحت المحيط العملاق، وبتخرج منه صهارة ومواد كيميائية وحرارة، واللي بدورها بترفع من درجة حرارة المحيط خاصة القريبة من أعماقه بظاهرة بتسمى بالهايدروثيرمال فينتس. أنا عايز أقولك إن الهايدروثيرمال فينتس موجودة في محيطات الأرض بالظبط زي ما بيعتقد إنها موجودة حاليا على القمر يوروبا، بل وتعتبر بؤر للحياة البيولوجية الغريبة على كوكبنا بالرغم من عدم وصول أشعة الشمس للأماكن دي بأي شكل كان. طيب يا ترى يا صديقي شكل الكائنات اللي ممكن تتواجد فعلا وحالا على القمر يوروبا هيكون عامل إزاي؟ العلماء بيتوقعوا إن الحياة على يوروبا هتكون زي الكائنات الغريبة اللي بتسكن خندق ماريانا على الأرض بعمق بيوصل ل 11 كيلومتر بأعماق المحيط، كائنات بحرية بلا أعين بمجسات عملاقة ممكن توصل أطوالها لعشرات الأمتار، بتمتلك أسنان كبيرة على غير العادة، بالإضافة لأجسام عملاقة قادرة على تحدي الضغوط المرتفعة في الأعماق اللي بتوصل ل 40 كيلومتر تحت سطح القمر يوروبا. بل الأغرب من كل ده إن بعض العلماء بيتوقعوا وجود حضارة فضائية ذكية من كائنات مائية قد تكون عاقلة بالفعل وبتسكن في حضارة مكونة من مدن مائية عملاقة تحت المية. وبالرغم من ان الافكار تظهر وكأنها بعيدة عن الحقيقة واقرب للخيال، الا ان زي ما قال العلماء المسؤولين عن دراسة القمر يوروبا ان بالفعل كل الاحتمالات ممكنة. فيا ترى يا صديقي ايه اللي هتكتشفه المركبة الفضائية يوروبا كليبر لما توصل للقمر يوروبا حوالين كوكب المشتري سنة 2030؟